السلام عليكم، كيف حالكم حبايبي؟ ان شاء الله طيبين. رجعت لكم بمقطع جديد. موضوع حلقتنا اليوم مختلف تماما عن باقي المقاطع، واللي هو راح يكون اسالني. نزلت مقطع في التيك توك والانستغرام وقلت لكم اسالوني اي اسئله عن اي فيلم او اي مسلسل او اي ممثل، حتى لو عني انا شخصيا. طبعا في هذا المقطع راح اكون ماخذ راحتي بزياده، يعني حتى لو اسئله شخصيه عني هحاول اجاوب عليها. والان حانت اللحظه الحاسمه ونخش على اسئلتكم. اول شيء حاب انكم تعرفوه اني انا نزلت المقطع في الانستغرام في التيك توك وما دخلت شيكت على الكومنتات ولا على الأسئلة ولا شيء، فما أعرف العدد الصحيح للكومنتات. فأنا ما أعرف دحين هل هو يكفي أنه في مقطع واحد ولا حيكون في مقطعين، بس غالبا حيكون في مقطع واحد إن شاء الله. خلونا نشوف. أول شيء راح نفتحه راح يكون التيك توك. طبعا المقطع اسألني وصل 97 ألف مشاهدة. كم عدد الكومنتات؟ جماعة بسم الله أحبكم شيخ، الله لا يحرمني من تفاعلكم الحلو. 2105 كومنت، أتكلم عن تيك توك بس لسه ما جينا للإنستغرام. 2105 كومنت، أجاوب على إيش ولا إيش؟ في هذه الحالة راح أجاوب على أكثر عدد ممكن من الأسئلة، ولكن إذا في أسئلة ما جاوبت عليها راح تكون في الحلقات الثانية اللي حنزلها، بس ما حتكون لحالها، يعني حتكلم عن فيلم أو مسلسل، وحيكون في بارت في النهاية اللي هو فقرة أسألني، لأنه أسئلتكم كثيرة وفي ناس سألوا كثير وما ينفع إني أطنشهم ولا ما أسحب عليهم. وندخل على أول كومنت. طبعا الفرنس حيطلعوا لي فوق، فهنا مايسترو يقول لي عصيرك المفضل. طبعا أنا من عشاق البيبسي ومرة أحب البيبسي، طبعا العادي مو الدايت. السؤال الثاني من RT1_1 يقول هل قد جتك عروض تمثيل أو تمسك شيء معين مع فريق إنتاج فيلم أو مسلسل؟ شكرا. جاتني مرة كثير، لكن إلى الآن أشوف أني لسه ما وصلت للمرحلة هذه وأنا مخطط لها إن شاء الله. سؤال الثالث من صديقنا Rahino_01، أفضل مسلسل بالنسبة لك؟ طبعا الأغلب والكل يعرف أنه أكثر مسلسل أحبه جدا أتعلقت فيه اللي هو Game of Thrones. السؤال الرابع من صديقنا كوراسان يقول إيش أحسن 5 أفلام بالنسبة لك؟ طبعا أنا في الأفلام ما عندي ترتيب معين، المسلسلات عندي ترتيب معين، الأفلام ما عندي ترتيب معين، لكن على سقفهم أفضل فيلم بالنسبة لي اللي أغلبكم برضو تعرفوه اللي هو The Godfather، ثلاثية العراب. وعندنا سؤال من FSOX يقول إيش رأيك في الممثل أندرو لينكون؟ وإيش أفضل عمل له من وجهة نظرك؟ طبعا أندرو لينكون خلينا نقول إنه أكثر عمل شهره اللي هو The Walking Dead، ممثل جدا رهيب، له ثقله وله مكانته. أفضل عمل أشوفه له اللي هو أكيد The Walking Dead اللي إحنا عرفناه من The Walking Dead. سؤال من صديقنا 2XPR، وإيش المسلسل الوحيد اللي مستحيل تنساه؟ طبعا عندي مسلسلات مرة كثيرة أحبها وتعلقت فيها وتعلقت بشخصياتها، لكن أكثر مسلسل تعمقت فيه وحبيته حتى لو تشوفوا صورة العرض عندي تقريبا نفس الستايل حق الفايكنجز. الفايكنجز من أكثر المسلسلات اللي تعلقت بشخصياتها وتعلقت بقصتها ودائما أنا قبل المسلسل أقرأ عن الفايكنجز، فالجواب هو فايكنجز. وسؤال صديقنا GG0010 أجلكم جواله تقريبا، إيش أفضل فيلم بالنسبة لك؟ أكثر سؤال متكرر عندي، وطبعا الجواب هو ثلاثية العراب The Godfather، وأكثر شيء الجزء الثاني. هذا سؤال حلو. سؤال صاحبنا دانكو داسكي، تشاهد أنمي زائد ما هو أفضل أنمي بالنسبة لك؟ أتابع أنمي بس مو بكثرة الأفلام والمسلسلات. أفضل أنمي بالنسبة لي اللي هو ديث نوت. سؤال من صديقنا الزكي 7، إيش رأيك مسلسل أنيميشن أركين؟ أركين تسبق وتكلمت عنه في التيك توك، ومن الأعمال اللي قيمتها 10/10 من كثر مرة إني حبيتها وشفته مرة بيرفكت. وهنا سؤال حلو من صديقنا RSQN14، أفضل 5 مسلسلات عندك، ركز معايا. Game of Thrones، تمام، Sherlock، Breaking Bad، Vikings، How to Get Away with Murder. سؤال من صديقنا عبدو 5 مال، هل تتوقع انك تمثل في فيلم؟ طبعا هذه من الاشياء اللي اطمح فيها واللي قاعد اشتغل على نفسي عليها الان. لا لسه ما احس اني جاهز لهذا هذا الشيء. انا طبعا احب اني لما اخش على حاجه اكون مره مستعد لها ومتمكن منها عشان خلاص زي ما تقولوا اضمن الدور. فباذن الله هذا من الاشياء المستقبليه اللي قاعد افكر فيها ونقول ان شاء الله. سؤال من محمد 04، ماتريكس 1 اور Godfather 1؟ اوكي ذا ماتريكس حلو بس ما يقارن بذا Godfather. مو اتوقع انه بس بالنسبه لي، بالنسبه للكثير ذا ماتريكس مره حلو، فيلم سكاي فاي خيال علمي مره رائع، لكن ذا Godfather ايقونه السينما. سؤال من صديقنا مشكلتك اتوقع، من اعظم شخصيه في المسلسلات؟ هذا السؤال ترى كثير يجيني، يعني من اعظم شخصيه عندك مسلسلات؟ طبعا يا جماعه انا انسان احب اتابع مسلسل وحب يكون عندي شخصية مفضلة في كل مسلسل،
يعني ما أقارن هذا مثلا خلينا نقول مثلا أيفار ولا راغنر، ما أقارنه بجيم ثرونز اللي هو جون سنو ولا جيمي لانستر ولا عرفته، يعني شخصية واحدة في كل مسلسل بس ما أقارنهم ببعض. أكثر سؤال يجيني نفس السؤال حق أيمن MKL، متى راح ينزل جون ويك الجزء الرابع؟ جون ويك الجزء الرابع حتى حفظته، شوفوا ينزل في 2023 شهر 3 يوم 24. سؤال من صديقنا RK_K، وش رايك مسلسل بريزن بريك؟ طبعا مسلسل بريزن بريك اللي ما يعرف هو اول مسلسل تابعته، فعندي علاقه حلوه مع هذا المسلسل وجدا متعلق فيه وحب شخصياته والحوارات اللي كانت فيه شيء مره حلو. ومسلسل بريزن بريك بالنسبه لي يعتبر واحد من افضل الاعمال اللي صارت عن السجون. سؤال حلو من MI مش لي ربي لي اسماءكم صعبه مش لي 1، هل قد جربت الكتابة أو التمثيل أو أي مجال فني؟ وإذا أي إذا إيه أعطني نصيحتك. طيب أنت بتعرف تبين أنصحك. أوكي نخش كله، مو عندي مشكلة. هل قد جربت الكتابة؟ أيوه الحمد لله، أنا أكتب، أنا مرة أحب الكتابة، وبإذن الله لي أفلام قصيرة أنا كاتبها أوريدي، ممكن تقريبا فيلمين والثالث في الطريق، بس أنا ما حمثل فيها، اللهم بس أكتب وأجرب الناس كيف انطباعها عن هذا الشيء. نصيحة لسه أنا ما أقدر أنصحك لأنه ما في كتابة لي نجحت، فبإذن الله لو نجحت في المستقبل هقدم لك النصيحة المناسبة اللي أنا كيف من فين استلهمت واستلهمت أيوة زي جاني إلهام وكذا عارفة. تقييمك لمسلسل The 100 من صديقنا B_92Q. مسلسل The 100 أكثر مسلسل يسألوني عنه الناس لأني يعني ما قد أتكلمت عنه. طبعا مسلسل The 100 أول 3 مواسم هتنبسط، بس كل ما زادت المواسم مثلا 4 5 6 تحس المسلسل في هبوط، يعني كل ما تخش على موسم جديد حتحس مستوى المسلسل بيطيح. من دخلت على الموسم الخامس من السادس خلاص قلت انا ايش ربطني في هذا المسلسل، المسلسل يعني ما كان بنفس الكفاءة اللي في بداية المسلسل اللي هو الموسم الاول او الثاني والثالث كمان. سؤال صديقنا قصي 656، متى ينزل فيلم جوراسيك وورد اللي هو دومينيون؟ راح ينزل الشهر الجاي يوم 9 يعني جون 9. وسؤال حلو من صديقنا عمر بوكي، اوكي ان شاء الله قلت صح، احسن فيلم عن جوني ديب بالنسبه لي هناك واقف قراصنه الكاريبي اللي هو Pirates of the Caribbean، تقريبا من افضل اعمال الممثل جوني ديب. سؤال حلو من صديقنا دوت جي اي اي جي، لو صرت مخرج وش راح تكون الفكره او ايش تكون فكره الفيلم؟ تقريبا اكثر الافلام اللي احب اني اكتب عنها واللي افكر فيها سيبك من الفكره، لكن التصنيف هو خيال علمي، فلك أن تتخيل إنه الخيال العلمي بحر أفكاره مرة كثير، وأنا أكثر الأشياء اللي أحب أكتب عنها اللي هو الخيال العلمي. ليش؟ لأنه الخيال العلمي تقدر تجيب أفكار من خارج الصندوق، يعني غير الرعب مثلاً ولا الكوميديا تحسها متكررة، لكن الخيال العلمي تقدر تجيب شيء من برا. سؤال من صديقنا HJ2.6، وخلاص ماكم صعب يا جماعة. أفضل فيلم في سنة 2022 بالنسبة لك؟ إلى الآن بدري نحكم، لسه في اعمال مره كثيره. دحين عندنا قدام راح يجي فيلم توب جان مافريك حق توم كروز، تقريبا خلينا نقول من الاعمال اللي مره حبيتها في السنه هذه يعتبر فيلم ذا باتمان ممكن الى الان. سؤال مره حلو من 5WPQ، افضل شخصيه عندك في عالم مارفل ودي سي؟ طبعا افضل شخصيه عندي في عالم مارفل اللي هو ثور، وافضل شخصيه في عالم دي سي اللي هو اكوامان. تقريبا اي احد شعره طويل صح لاحظته صح. سؤال من صديقتنا الان.1a، هل راح تنتج فيلم وتكون الشخصيه الرئيسيه؟ تقريبا الشخصيه الرئيسيه دائما يكون بطل. معلومه عني يا جماعه، انا احب اظهر في عمل واكون الشخصيه الشريره. سؤال من صديقنا WM_talk_anime، هل في فيلم افنجر جديد؟ طبعا سمعنا التسريبات اللي صارت انه 2024 راح يكون في فيلم افنجرز اللي هو تقريبا الخامس. طيب سؤال من صديقنا يوزر، أرقام كثيرة وطلاسم، هل كنت تتوقع أنه راح يجي يوم أنه أنت تقدم معلومات للناس عن الأفلام؟ هل كان حلمك في البداية أن تصبح لديك قناة تيك توك تعطي معلومات عن الأفلام؟ والله سؤال حلو، بس أنا خليني أدقق، إيش قلت أنت؟ يجي يوم أنك تقدم معلومات للناس عن الأفلام؟ لا والله أبدا ما فكرت، أنا مرة أحب الأفلام والمسلسلات من وأنا عمري 7 سنين 6 سنين، بس الأفلام في البداية طبعا. تقريبا في 2019 أو 2020 كنت ناوي أبدأ في التيك توك او اليوتيوب اني اتكلم عن الافلام والمسلسلات، بس ما كنت عارف الكيفيه، ما كنت عارف الطريقه، ما كنت عارف الستايل، فعشان كده تاخرت. لكن بعد ما حسيت اني متمكن ودرست الموضوع وتعمقت فيه قررت اني انزل
كبداية في التيك توك، والآن شوفوني بعد ما فتحت حساب في التيك توك بعدها بتسعة شهور فكيت في اليوتيوب اللي هو الآن. سؤال من صديقنا XK751، من أفضل بالنسبة لك فايكينج ولا The Last Kingdom؟ فايكينج أكيد، بس مو يعني إنه The Last Kingdom مو حلو، The Last Kingdom مرة حلو بس أنا أحب الفايكينج. زايد، وش أفضل مسلسل مسجون بالنسبة لك؟ بريزون بريك. سؤال من صديقنا يوزر 792، أرقام كرة كثيرة، ممكن تجيب لي ترتيب أفلام مارفل حسب الأحداث وأفلام دي سي حسب الأحداث؟ تقريبا نزلت على حسب الأحداث في التيك توك، وحسب الإصدار بإذن الله راح تكون في قناتي هنا في اليوتيوب. وأفلام دي سي حسب الأحداث، أتوقع دي سي ما ينفع تشوفه حسب الأحداث، حسب ما قريت إنه أفضل طريقة تتابع فيها أفلام دي سي اللي هي عن طريق الإصدار. طريقة الإصدار موجودة برضو في حسابي في التيك توك. أول سؤال شخصي بعد 20 سؤال تقريبا من دوت بي بي 2، كم عمرك؟ أنا مواليد 1994، لك الحسبة. سؤال من صديقنا MR.X20080، ليش تحب جون ويك؟ والله يمكن من كثر ما تشبهوني فيه. السؤال هذا رهيب يا جماعة، مكتوب من _PQLA تيتوريال الشعر. طبعا يا جماعة ما في تيتوريال معين، هو شامبو بلسم، حتى شامبو أطفال، ركزوا أهم شيء شامبو أطفال لأنه ما في الكيماويات، هذا الشامبو اللي أنا استخدمه. طبعا في بعضكم حيضحك بس هو معلومة ترى مرة مفيدة لكم، انه استخدموا شامبو اطفال لانه ما فيه كيماويات. سؤال من DUVV890، انت متزوج او في علاقة؟ لاني متزوج ولاني في علاقة، خلاص كذا انا كذا صرحت فجرتها احس، صح؟ سؤال من سادمان R1، رأيك في مسلسل تود او رأيكم كلكم؟ مسلسل تود اللي هو The Walking Dead مرة احب، مسلسل ممتع يا جماعة، اللي ما شافه لازم يشوفه، لكن انا كعبد العزيز اكتفيت علينا الموسم العاشر، هو المفروض تكتفي علينا الموسم الثامن. انا اشوف انه اكثر من الموسم الثامن هو عباره عن تضييع للوقت، لانه اي شيء جاء بعد الموسم الثامن هو عباره عن حلب، مع احترامي يعني. فالموسم الثامن مره خلاص، وقف المسلسل علينا الموسم الثامن، شكرا. سؤال من صديقنا BLND.7، انت صديق عمر قصدي ماكس اتش دي، احلى تحيه لماكس اتش دي من هذه المنصه ومن هذا المنبر. طبعا شخص جديد تعرفت عليه، جدا 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 مبسوط اني تعرفت على شخص زي عمر. طبعا شخصيته في اليوتيوب مره حلوه، لكن شخصيته في الحقيقه افضل من اليوتيوب يمكن بعشر مراحل، انسان جدا عسل. سؤال من _PC52، افضل مسلسل سوبر هيروز؟ تقريبا خلينا طالع في مارفل، تمام، ان هم انا اشوف انه افضل مسلسلات اللي هي من مارفل بانيشر، دير ديفل في قمة، لكن انا بالنسبه لي اشوف تقريبا دير ديفل انا عجبتني الشخصيه اكثر، القصه، الاحداث، فالجواب دير ديفل. سؤال من صديقنا بيج ماكس لاير، اوكي، افضل ثلاثة افلام سوبر هيروز؟ تقريبا ذا دارك نايت، انفينيتي وور، اند جيم. سؤال من صديقنا توم7_1، وش افضل لعبه بالسوني عندك؟ فيفا، روكيت ليج، اي شيء فيه الكوره جوي. سؤال من صديقنا زوز شبراوي، اقسم بالله عمال ادور عليك، هو الجزء الرابع من سترينجر ثينجز امتى؟ حبايب قلب المصريين، والله سترينجر ثينجز راح ينزل يوم 27 من هذا الشهر، وانا هتكلم عنه يوم الاربعاء اللي هو تقريبا بكره من نزول هذا المقطع. سؤال من QA_SSII، مين افضل بالنسبه لك، مارفل او دي سي؟ بالنسبه لي انا مارفل، مو ما احب دي سي بس احب مارفل مره اكثر. سؤال من صديقنا XOIAKUN، احسن افلام رياضيه عندك؟ طبعا انا من عشاق كره القدم، وهوايتي المفضله هي كره القدم، فافضل فيلم رياضي عندي كنت اتابعه تقريبا مره بالزمان اللي هو جول، اتوقع فيه منه جزئين. سؤال من DW_عمر، الثرونز ولا بريكنج باد كرايك الشخصي وبشكل عام؟ جيم اوف ثرونز اكيد. سؤال من صديقنا سيحيرال، يقول شنو اللي خلاك مهتم بعالم الافلام والسينما؟ طبعا يا جماعة من وانا صغير اتابع افلام مع اقاربي اللي هم الكبار، طبعا كنا نستأجر الافلام هذه اللي تنحط في الفيديو، قيمة كانت بعشرة ريال الساعة ولا الساعتين والله ما اذكر. فمن هذاك الوقت وانا اتابع واشوف زي ترمينيتر، ماتريكس، افلام القديمة، ذا جاد فاذر، الافلام هذه هي اللي خلتني احب عالم الافلام وتعمق فيها وتعلق بشخصياتها وتعلم منها. تقريبا الافلام كانت بالنسبة لي زي الكتاب اللي استفيد منه، اللي كنت احس انها توعويه اكثر من انها تكون للمتعه. ومع مرور الوقت حتى لما درست برا لاحظت ان اللغه الانجليزيه كويسه بدون ما امارسها، فاكتشفت ان المسلسلات والافلام كانت بالنسبه لي هي توعيه وتعليم، مره فادتني في اللغه الانجليزيه. سؤال من صديقنا M7_ZI، هل انترستيلر اعظم فيلم في التاريخ؟ عطنا رايك.
طبعا فيلم انترستيلر في التوب 3 من قائمة افلامي، لانه انا ممكن تقريبا The Godfather الاول، Godfellas الثاني، انترستيلر الثالث. طبعا هذا الفيلم واحد من الافلام اللي قيمها 10 من 10. سؤال من 4.S5V، اختار افضل ممثل دينيرو. اوكي، اختار افضل ممثل اللي هو دينيرو، الباتشينو، مارلون براندو. الباتشينو اكيد. طيب كذا يا جماعه، احس اني اكتفيت من التيك توك. في اسئله كثيره متكرره، والبقيه يصير اخذها مستقبلا في المقاطع الجايه، اسوي لها بارت خاص. الان خلينا نشوف الانستا، وترى ما اعرف كم عدد الانستا، والان جاء وقت الانستا. خلينا ناخذ لنا كذا كم سؤال برضو شيق. ما اعرف ترى عدد الكومنتات، 20,000 مشاهده مقابل 404. طيب حنشوف الافضل. سؤال حلو غير متكرر اللي هو من ابو كات، اتوقع بنت، تقول تتابع كي دراما او قد جربت؟ مره اتابع الفتره الاخيره، صرت مره احب الاعمال اللي هي اتوقع كي دراما الكوريه، صح ان شاء الله ما جبت العيد. صرت مره اهتم بالاعمال الكوريه واحب اتابعها، لانه الفتره الاخيره صاروا ينجزوا اشياء من خارج الصندوق واشياء مره ممتعه. سؤال من بها 0.x8، هانيبال اور ديكستر؟ تقريبا ما خلصتهم الاثنين، الاثنين مره حلوين، بس ممكن اكون احب هانيبال اكثر لانه احس فيه غموض اكثر. سؤال حلو من صديقنا عبدو اندرسكور 76 اندرسكور، هذا سالني قبل ما ادري والله، وش اكثر مسلسل متحمس له هذه السنه؟ اكيد هاوس اوف ذا دراجون، المسلسل المشتق من المسلسل المفضل Game of Thrones. سؤال من صديقة ليودا 371 أندرسكور، هل في أحد قال لك إنك تشبه جون ويك؟ والله كثير، كنت شعر راسي ما شاء الله، يعني في البداية ما كنت مقتنع إنه يشبهني، بس من كثر ما سمعت الناس يقولوا تشبه جون ويك، تشبه جون ويك، جون ويك يشبهك، لا مو أنت اللي تشبهه، جون ويك اللي يشبهك، أنت تشبه. خلاص اقتنعت إنه يشبهني. وكم واحد قال لي ترى مره كثير في ماليزيا، في تركيا، في المملكه العربيه السعوديه، متابعين من العراق، متابعين مصر، كثير شبهوني في الممثل كيانو ريفز بشخصيه جون ويك. عندنا هنا سؤال جدا شيق، يقول سلسله سيد الخواتم او سلسله هاري بوتر من s.jp7 سيد الخواتم وهاري بوتر، انا احب اعمال هاري بوتر سلسله كامله، لكن سيد الخواتم عندي الافضل، ذا لورد اوف ذا رينجز اكيد. ام بي بي 7 يقول وش رايك مسلسل مون نايت؟ طبعا يوتيوب هنا اول مقطع لي كان مراجع لمسلسل مون نايت، فتقدر تشوف رايي من هناك. طيب جماعه انا احس خلاص مره تعبت، وما شاء الله من كثره الاسئله احس اني فصلت، فيعطيكم الف عافيه، شكرا شكرا على تفاعلكم، الله يسعدكم جميعا، واهم شيء لا تنسوا تعملوا لي لايك وفولو وشير وسبسكرايب، حركات اليوتيوبرز هذه. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمقطع واستفدتوا لو حاجه بسيطه، معلومه عن فيلم او عن مسلسل او عن ممثل الى اخره. مره اعتذر للناس اللي ما طلعت اسئلتهم، فباذن الله تشوفوه في المقاطع الجايه حيكون بارت مخصص للاسئله، واتمنى لكم يوم سعيد. سلام.